عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا ان شاء الله. عندي اليوم في القناة اي وحدة عندها مشكل ديال الاسترجاع ديال يعني الدورة الشهرية ما كتهبطش او الدورة الشهرية منقطعة فتشاهد هذا الفيديو هذا. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التجربة رائعة رائعة ان شاء الله لانزال الدورة الشهرية. فالسيدة يعني في ساعة يعني درت هاد الصورة فيعني في ساعة نزلت لها الدورة الشهرية. فإن شاء الله غادي نشاركها معكم. كنت بطبيعة الحال يعني درتها وكتبت لي في التعليق أنها يعني بعد ساعة يعني قرأتها وبعد ساعة يعني نزلت منها الدورة الشهرية. فبغيت نعود نشاركها مع المتتبعات ديالي. بزاف ديال السيدات بزاف ديال البنات عندهم هذا المشكل هذا ديال اما انقطاع الدوره الشهريه او الدوره الشهريه ما كتنزلش يعني كتنقط يعني مره كتنزل اليوم وكتبقى اليوم ما كتنزل او ثاني ثالث الصباح ولا المهم ما كتنزلش مزيانه او يعني ما كتنزلش اليوم كاع مثلا يعني مثلا كتنزل فهاد الشهر وتبقى اليوم شهرين ثلاث شهور اربع شهور هذا باش كتنزل. فكل السيده وكيفاش يعني الهرمونات ديالها فالتوتر والقلق حتى هو كيعاون في هذه الدوره انها يعني تكون مخربقه. فنحاول يعني يحاول الواحد انه ما يكونش داك ستريس وما يكونش هذاك الهذا ما يكون ستريس وداك القلق باش ان شاء الله يعني تبقى ليه الدوره الشهريه ديالو منتظمه. وغادي تشوفوا معايا الكومونتير او التعليق ديال السيده ها هو كما كيبان لكم هذا هو التعليق. السلام عليكم جربتها ودورتي نزلت ظرف ساعه والحمد لله يعني في غضون ساعه نزلت لي الدوره الشهريه. وهذه الصوره القصيره لاسترجاع الدوره الشهريه هي صوره الزلزله. غادي ناخذ كاس ديال الماء او يعني قنينه ديال الماء وغادي نقراو عليها هذه الصورة هذه ان شاء الله نقراوها ثلاثة ديال المرات. نهزوا الكأس او القرعة نحطو على الفم ديالنا الفم ديالنا وغادي نقراو صورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم. ملي غادي نساليوها بطبيعة الحال غادي نديرو يعني غادي نفتو في داك الكأس او ديك القرعة غنقراوها المرة الثانية المرة الثالثة ونقراو ونشربوها بنية انها ان شاء الله غادي ترجع غادي تهبط لنا الدوره الشهريه ان شاء الله وغادي ترجع باذن الله سبحانه هو تعالى. بزاف ديال السيدات داروا هذه الصوره هذه وبطبيعه الحال نزلت ليهم سيده وانت نزلت لها. كاين السيده اللي نزلت لها يعني كما شفتوا التعليق في غضون ساعه. كاين اللي قراتها بالليل والصباح يعني لقات الدوره الشهريه نزلت لها واخا يعني ما عندها حتى شي حاجه. كاين السيدات اللي متيتنزلش ليهم الدوره في الوقت ديالها واخا كيكون عندهم لا حمل لا والو فالدوره الشهريه ما كتنزلش ليهم يعني الهرمونات كيكونوا مخربقين كيكون القلق كيكون التوتر وتيكون العصبيه. فنحاولوا اننا نبتعدوا من هاد الشيء يعني ما يكونش واحد ضياع يعني من هاد كيتعصبوا هذا باش يعني تبقى ليه الدوره الشهريه ديالو منتظمه ان شاء الله. وبطبيعه الحال نحاولوا اننا نبقاو نشربوا الاعشاب اللي كتحفز على نزول الدوره الشهريه ان شاء الله. وكما قلت لكم هاد الصوره هذه فراه رائعه رائعه جدا. فالسيده في غضون ساعه والحمد لله كل شيء بيد الله سبحانه هو تعالى. وهذا هو فيديو اليوم اللي بغيت ان شاء الله انني نشاركه معكم وصفه قصيره لاسترجاع الدوره الشهرية المنقطعة مهما طال انقطاعها. والسلام عليكم الى فيديو اخر.